60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 74 من العام 2018. موضوعان رئيسيان في هذه الحلقة مترابطان بصورة أو بأخرى، لكن لكل منهما سياق البحث وحيثياته. الأول هو مصير إدلب بعد تفاهم سوتشي، والثاني هو مصير الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية بعد سقوط الطائرة الروسية. مترابطان نعم، لأن الحملة التي ترتبت على عملية إسقاط الطائرة الروسية من قبل الإسرائيليين بصورة غير مباشرة أو بصورة مباشرة كانت لها وظيفة. الوظيفة من الغارة هي ذات الوظيفة مما رافقها، زرع الشكوك والظنون في العلاقة السورية الروسية وفي علاقة روسيا بمحور المقاومة. ومن هنا أنا أبدأ، إن كل الذين يشتغلون على زرع الشكوك والظنون، وكل الذين يستعملون بعض التذاكي للإيحاء بأن روسيا متواطئة ومتآمرة، وأن عبثا تحاولون الحديث عن اشتباك روسي إسرائيلي، بالآخر روسيا بتشتغل عند إسرائيل، وبالآخر 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 بادعاء ومزاعم إنهن بيفهموا وإنهن بيعرفوا بيجيبوا لنا أرشيف ومدري شو، هؤلاء إما مشبوهون وإما مداخلتهم مشبوهة بداعي التذاكي وادعاء الفهم. تكبير الكلام وتعلاية سقوف الكلام والحديث عن تسفيه وتدفيه من يقول بأن زمنا جديدا يبدأ في العلاقة الروسية الإسرائيلية ما بيغير شيء من الحقيقة، يعني التفشيخ والتصريخ ما بيجعل صاحب الباطل صاحب حق. لذلك نحن سنتناول هذين الملفين بالعلم بالمنطق بالتحليل بالوقائع، ومن ثم نضعه بين أيديكم. بالملف الأول خلينا نرجع نتذكر أولا أنه كل الذين يتحدثون عن إنجاز لصالح أردوغان على حساب سوريا، وعن أن هناك لعبة وهناك خداع وهناك بيع روسي للأتراك تم على حساب سوريا وعلى حساب إيران وعلى حساب حزب الله، هول بدهم يجاوبونا على سؤال. أولا أنا رح أحكي معلومة هيك مجانا، أن هذا النص للتفاهم أنا كنت على اطلاع عليه بأنه موضوع قبول الدولة السورية قبل أن يتم التفاهم، أنه نحن منحنا للأتراك ما يحفظ ماء وجههم بالتوافق مع الروس، فإذا قبل الأتراك هذه الصيغة هاي هي اللي طلعت، فهذا يعني أن الأمور سارت كما يجب. هلأ اللي معتبر لي حاله أنه حريص على مصالح الدولة السورية أكثر من الدولة السورية نفسها، ما نرجع نفتح بالأرشيف ونشوف أنه قديش كان تاريخه بيقول أنه هو حريص إلى هذه الدرجة. واللي بده يقول أنه هو متنبه ومتيقظ للألاعيب التركية على الروس أو الألاعيب الروسية على السوريين أكثر من الدولة السورية نفسها، ما نرجع نشوف كمان لما الدولة السورية قالت وقت اتفاقيات حلب مثلا الهدنة وكذلك حزب الله وكذلك إيران أنه هن مش موافقين على القراءة الروسية لكن سيماشونها، يفسرنا ليش هلأ هن موافقين مش مجرد مماشات، يعني هم يراهنون على أن هذا الاتفاق اتفاق جيد واتفاق مقبول، وسمعنا الكل، سمعنا الإيرانيين وسمعنا حزب الله وسمعنا القيادة السورية، وأن العبرة هي بالتنفيذ، مش أن هذا الاتفاق هو منح مزيد من الفرص
للتآمر التركي مع الجماعات المسلحة ولمفاجأتنا بانقلاب يذهب بنا إلى جولة جديدة من الحرب. هذا كلام ما سمعناه، بس هذا الكلام سمعناه يوم هدنة حلب، سمعنا من سماحة السيد، وسمعنا من الإيرانيين، وسمعنا من السوريين أنه هذه الهدنة تعطي فرصة للجماعات المسلحة ولتركيا من أجل ترتيب صفوفها وتنظيم أوضاعها واستجلاب الأسلحة والتحضير لجولة، وفعلا تمت الجولة. معلش بهاي المسائل ما فينا نساير حدا، لا حدا يواخذنا ولا حدا يزعل مننا، هذه مسائل مصيرية لابد من أن تقول الأمور فيها على حقيقتها وكما هي. هذا المشروع للتفاهم كان مطروحا لجنوب سوريا، خيو هو بذاته على الأمريكان، كان نفس المشروع، تسليم الجماعات المسلحة للسلاح الثقيل والمتوسط، الأجانب يتم إخراجهم، التنظيمات الإرهابية يتم تولي أمرها بإبعادها عبر الحدود الأردنية أو عبر المصفات الإسرائيلية، يعني إعادة التدوير من خلال المعابر الإسرائيلية. المهم أن المناطق التي يمكن أن تعتبر مناطق تسوية يطبق عليها شرطان، الشرط الأول هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، والشرط الثاني هو خروج الجماعات الإرهابية منها. هذا كان مطروحا في الجنوب، وانسحب الأمريكيون من إمكانية تطبيقه لأن الجماعات المسلحة ومن ورائها السعودية راهنوا على أن بمستطاعهم مواجهة تقدم الجيش السوري، فكان الانكفاء الأمريكي وليست المواجهة الأمريكية. واللي بيرجع بالذاكرة لتلك الأيام بيرجع أنه الأمريكان أبلغوا الجماعات المسلحة علنا، لا تضعونا في حسابكم، لسنا جاهزين، لن نكون طرفا في مواجهة، ابنوا قراركم على إمكاناتكم. وفعلا الأمريكان ما شاركوا، والإسرائيليين اللي عربدوا في البداية لما لقوا الأمريكان مش مشاركين اضطروا أن يبتلعوا مرارة الجرح الذي فرضته عليهم معادلة الجنوب، ونجح الجيش السوري في فرض إرادته. كان السيناريو في الشمال هو ذاته، إذا ما بيقبلوا الأتراك هذه الصيغة، هلا ما فينا نقولوا يا ريت قبلوا، بالعكس منيح اللي قبلوا، يعني يا ريت ما قبلوا، لا منيح اللي قبلوا، لأن هذا يوفر مزيد من الدماء ويوفر، وهي مش عم نحكي عن مزح بمعركة إدلب، عم نحكي عن آلاف من الجماعات المسلحة اللي ما راح تقبل بسهولة كانت أن تسلم، واللي المعركة معها معركة كسر عظم، وشرحنا أنه بعد إدلب ما في بساط خضر على محل تاني، وبالتالي الدولة السورية المقاومة إيران كمساندين للدولة السورية لا مصلحة لأحد، وروسيا معهم بأن نشتري المعركة كيفما كان الثمن، لا، الهدف هو هذا، إذا تحقق بتعهد تركي عظيم. هلأ بيتحقق والله ما بيتحقق، هذا اللي رح نحكي فيه. هذا هو التفاهم، هاي الصيغة اللي بتطرحها الدولة السورية من يوم يومها على كل المناطق التي على الغوطة طرحت هذه الصيغة، تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخروج الجماعات الإرهابية والاستعداد للتعاون مع الجماعات الباقية بصفتها جماعات محلية سورية سياسية لها دور في الحل السياسي وفي إطار المصالحات. هاي هي الصيغة، عندما رفضت هذه الصيغة تم الحسم العسكري في الغوطة، وعندما رفضت في الجنوب تم الحسم العسكري في الجنوب، وعندما رفضت في حلب تم الحسم العسكري في حلب، الآن قبلت في إدلب، عظيم. شو في قدامه حلول التركي؟ السيناريوهات المتوقعة طبعا، أولا هل تسير كل الجماعات المعنية بهذا الاتفاق بتطبيقه رضائيا؟ مين هي الجماعات المعنية؟ هذا يعني أن جبهة النصرة ستقبل أن السوريين منها، هذا التصور التركي يعني، بيبقوا وبيلتحقوا بالجماعات التانية التابعة لتركيا اللي اسمها جبهة التحرير الوطنية واسمها جيش حر أو سواء، يعني بينتهوا كجبهة نصرة، وبيقبلوا يسلموا السلاح الثقيل والمتوسط هني وهذه الجماعات. وأما الأجانب من جبهة النصرة فيتم تدويرهم عبر البوابة التركية، منهم اللي جاي من أوروبا بيتم التفاهم مع الدول الأوروبية على تليين شروط استعادته، على تقديم وعود لهم بأنهم يعني لن يقتلوا، لن يذهبوا إلى السجن المؤبد، سيذهبوا إلى عملية إعادة تأهيل وإلى معتقلات مدنية بين هلالين وإعادة دمجهم بالمجتمعات بطريقة تدريجية وإلى آخره. والجزء اللي منهم من بلاد عربية كمان يقدم له عروض موازية أو مشابهة، ويبقى التركستان والإيغور، إنه هون لما بيلاقوا وضع النصرة هيك ولما بيلاقوا وضع الجماعات المسلحة
التابعة للأتراك جاهز للمواجهة وبيلاقوا العين التركية محمرة، حيقبلوا أن تجد لهم تركيا مخرجا ملائما من خلال أخذهم إلى معتقلات والتفاوض مع الصين وروسيا على صيغ يعني مستقبلية لهم. هذا التصور المثالي، تصور أنا بسميه رومانسي غير قابل للتحقيق. تصور الواقعي اللي ممكن يتم، واضح أنه الجماعات اللي مع الأتراك نفسهم مش متفقين على القبول، يعني مش بعد ما وصلنا للنصرة ولو وصلنا للإيغور ولو وصلنا للتركستان بعدنا بالجماعات للأتراك معتبرينه ملو اليد، إنه هول جبهة التحرير الوطنية هلأ إن الجيش الحر هول بكرة حيسلموا السلاح التقيل والمتوسط ويقولوا للأتراك نحن بأمركم. هول نفسهم المعلومات المؤكدة تقول أن أكثر من ثلثهم يرفض هذا الحل ويفكر بالالتحاق بالنصرة ليقاتل الحل. وبالتالي إذا هول تلتهم مش أبلان، النصرة ممكن ينشق عنها بعض السوريين الذين يرغبون بالالتحاق بالتسويات لكنهم سيكونون أقلية، والكتلة الأساسية من النصرة سترفض الاتفاق. وأما التركستان والإيغور فحكما سيرفضون الاتفاق. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه بعد أسبوعين، هلأ صار عمره أسبوع الاتفاق، بعد أسبوعين عمليا راح نكون قدام مشهد أنه فشلت تركيا في التطبيق السياسي السلمي الرضائي. طبعا راح تعمل همروجة وجبهة التحرير الوطنية أو جبهة جيش الحر يعلن القبول والفصائل ومدري شو موافقين، هاي عناوين، لكن على الأرض ظلم، مقاتلين، سلاح، كيف بدها تمشي الأمور؟ واضح بأنها ستشهد تعقيدات وستشهد عقدا، وفي هذه العقد سيكون حتميا الخيار العسكري. طيب شو بدهم يعملوا الأتراك لما بيواجهوا الخيار العسكري؟ أول سيناريو عندهم للخيار العسكري إنه نجيبوا هاي الجماعات السورية المؤيدة لهم مع تغطية نارية تركية مدفعية ورشاشات وكذا، يحاولوا أن يكسروا إرادة القوى الممانعة للاتفاق. أنا سلفاً بقول لكم هذا سيفشل. رح يجوا بالمرحلة الثانية يقولوا للروس أنه بدنا مساندتكم الجوية، لأنه معروف أنه الطيران التركي ممنوع يحلق بها المنطقة. رح يقدموا الروس بعض المساندات المحددة بنقاط معينة. هذا ما حيكفي. سيصبح الأتراك أمام خيار من اثنين، إما أن يزجوا بثلاث إلى أربع فرق من الجيش التركي من البر والمدرعات مع تغطية نارية روسية بدل الجيش السوري، ويتحملوا كلفة 500 إلى 1000 قتيل في هذه المواجهة و 3000 إلى 4000 جريح، وإما أنهم سيطلبون إلى الروس التحدث مع الجيش السوري وإيجاد تفاهم أمني وعسكري يسمح للجيش السوري بأن يقوم هو بخوض العملية على مراحل وتجزئتها. وهذا أنا اللي استغربت الحقيقة، أنا بالحلقة الماضية حكيت أنه هذا هو السيناريو، ما كنت متوقع أنه راح يكون في محاولة للطعن والتشكيك بأن هذا التفاهم هو مدخل لهذا السيناريو، لأنه إذا حدا متوهم أنه هذا التفاهم معمول لتبقى المنطقة تحت الإيد التركية كما هي الآن، معناتها ما أرى التفاهم، لا الرزنامة المرفقة فيه ولا التأييد السوري والإيراني، وكيف حزب الله بأيد وسوريا بتأيد وإيران بتأيد، وهذا التفاهم مضمون وبقاء الأمور على ما هي عليه في محافظة إدلب. كيف هذا التفاهم سقفه مطلع كانون أول؟ بمطلع كانون أول لازم تكون محافظة إدلب خالية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وخالية من الجماعات الإرهابية، يعني من النصرة ومن التركستان ومن الإيغور. في حدا يقول لي كيف بده يتم هذا الشيء إذا ما هالجماعات قبلت العرض وخرجت إلى ما بعد 20-25 كيلومتر؟ طيب إذا لم تقبل وهذا هو الأرجح، المواجهة بدها تتم بالطريقة اللي حكيناها، المواجهة بدها تتم بأخذ منطقتين أوليتين، إخراج الجماعات الإرهابية وإخراج السلاح المتوسط والثقيل بده يتم بهذه الطريقة. إخراج الجماعات الإرهابية بده يتم بربط مطار أبو الظهور بمعرة النعمان، وبده يتم بدخول القوات السورية من جهة جسر الشغور ومن جهة جبل الزاوية وسهل الغاب، وبالآخر ربط هاتين المنطقتين ببعض لإقناع أو إلزام الجماعات المسلحة بإخلاء المنطقة الواقعة بينهما والتي سيحاصرون فيها لينسحبوا
إلى عفرين أو إلى جرابلس، يعني إلى خارج المنطقة المنزوعة السلاح. هما في حل تاني. وبالتالي بهذا المعنى لما كنا عم نقول أنه السيناريوهات المتوقعة، أنا أجزم من الآن لا يوجد غير هذا السيناريو، ما في سيناريو تاني، ما في سيناريو. لكن من باب الفرضيات للي بدنا نناقشه، أنه في مصلحة ولا ما في مصلحة، إذا تمكن الأتراك من أن يخرجوا الجماعات المسلحة الإرهابية من هذه المنطقة وأن يجدوا لها حلولا، وتمكنوا من أن يخلوا المناطق كاملة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلحة السورية، وأن يضموها إلى صيغة الحل السياسي تحت السقوف المعلنة والمتفق عليها، دستور جديد في انتخابات، مين عنده مشكلة؟ ما حدا عنده مشكلة. ولهالسبب بدي أرجع إلى الذاكرة شوي، بدي أقول الأمريكان ليش رجعوا يحكوا هلا بالانسحاب من التنف؟ مش لأنه بيعرفوا أن عقدة إدلب وضعت على سكة الحل، وأنه إذا انتهت عقدة إدلب يعني انتهى مشروع التقسيم وانتهى مشروع تغطية الاحتلال، وبالتالي ما عاد في إمكانية للاحتماء بصيغة دويلة كردية في شرق الفرات وإبقاء قوات الاحتلال الأمريكي فيها. مش هذا معناته فشلت عملية الرهان على عقدة إدلب لإبقاء عقدة شرق الفرات، وبالتالي بإنهاء عقدة إدلب بتسعة ديسمبر أو بخمسطعش أو بآخر السنة، يعني عقدة شرق الفرات من أول السنة وطالع صارت على السكين، وبالتالي كي لا يواجهوا تحديا من هذا النوع في منطقة شرق الفرات، بدأت العملية الاستباقية بالإعلان عن الاستعداد للانسحاب وما يتضمنه الإعلان عن الاستعداد للانسحاب، منبلش من التنف لينتهي بشرق الفرات. وهون كمان بدي أرجع على الذاكرة، أليس ملفتا كلام الرئيس بوتين بعد الاتفاق بالمؤتمر الصحفي هو أردوغان بأنه وضع الرئيس التركي في أجواء ما تم الاتفاق عليه في قمة هلسنكي؟ شو دخل قمة هلسنكي إذا ما كان إلى ربط؟ يعني إذا مش الموضوع أننا أمام تفاهم أكبر، يعني الأمريكي سارع فورا لإعلان التأييد. ليش؟ لأنه كان في صورة الاتفاق مثله مثل سوريا، مثله مثل إيران، هذا كان صيغة متفق عليها لتفادي المواجهة التي كان يمكن أن تندلع بنتيجة التعقيد الذي تمثله إدلب. هذه التسوية التي ترتضيها الدولة السورية عرضتها روسيا على الأتراك، على الأمريكيين، وهي تسوية تنتهي بإنهاء مشروع دويلة النصرة في إدلب ومعها دويلة ما يسمى بدرع الفرات والتوابع التركية ودويلة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وجدول زمني لانسحاب الجيشين التركي والأمريكي من الأراضي السورية باتجاه انتشار الجيش السوري في كامل الجغرافيا السورية ضمن صفقة سياسية عنوانها دستور جديد وانتخابات. دخلكم مش هذا مشروع الدولة السورية؟ أنا بدي أعرف أنه إذا كان هذا هو المآل المتفق عليه، إذا كان الأمريكي والتركي قد وصلا إلى التسليم بما تريده الدولة السورية كنهاية، وكل اللي صار في منتصف الطريق هو تقديم صيغ تحفظ ماء الوجه، تجزئ المعركة العسكرية، تمرحل الربط بين السياسي والأمني، هذا الشيء بيكون دور سيء عملوا الروس؟ إن الروس يا بيقولوا نحن ما عندنا مجال لحل سياسي، نحن بالنار واقفين مع الجيش السوري، كأنه الجيش السوري قضيته هي أن يدخل المعركة وأن يدفع أثمانا من دماء أبنائه وأن يدمر ما تبقى من عمران في سوريا وأن يتسبب بكارثة إنسانية على مستوى مئات الآلاف من الناس، إنه هي قضية الجيش السوري؟ هول اللي عم يفكروا هيك، هول أعداء الجيش السوري. الجيش السوري بالآخر تكلف آلاف الشهداء في المعارك التي مضت لأنها كانت خيارا وحيدا، أما إذا في خيار تاني يخفف العبء ويخفف الكلفة ويخفف الضجيج ويخفف التأزم السياسي والعسكري، أنت كانت الدولة السورية عقبة أمامه أو معارضة له؟ يا عمي من أيام كوفي أنان والدولة السورية تعرض صيغ مشابهة لهذه بما فيها أن تلقي الجماعات المسلحة السلاح الثقيل والمتوسط وأن تدخل في صيغ المصالحات والتسويات من يوم يومها على أطراف حما وعلى أطراف حمص والأحياء التي كانوا يسيطرون عليها في حمص. لكن المشكلة كانت في عدم قبول الطرف الآخر وفي عدم وجود تشجيع من القوى الخارجية التي كانت تمول وتشغل هذه الجماعات على قبول صيغ الحل السياسي.
كلنا بنذكر هيلاري كلينتون تصريحها الشهير وقتها يوم حمص بعهد كوفي أنان لما كان هو الوسيط الأممي بأنه لا تسلم السلاح، بينما الآن واضح أن الكل أسقط بيده ويقول للجماعات المسلحة لسنا قادرين أن نفعل لكم شيئا، إما أن تقبلوا هذا وإما أن تدفعوا الثمن غاليا في مواجهة عسكرية لن يستطيع أحد أن يخدمكم فيها. يعني اللي عمله الجيش السوري ومعه إيران ومعه قوى المقاومة من حشود ومن تعبئة قوى ومن جدية في الوصول إلى اللحظة الناضجة لبدء العملية العسكرية هو الذي أنتج هذه السياسة، هو الذي أنتج القبول التركي، هو الذي أنتج التسليم الأمريكي، أي الشعور بأن الجدية ذاهبة إلى النهاية مهما كانت التبعات، أنه في أمريكا وضرب أمريكي وضرب فرنسي وفي تركيا رح تقلب من مسار إلى مسار مش فارقة معنا، قرارنا نهائي، نحن نريد الوصول إلى صيغة نهائية ليس فيها جبهة نصرة ودويلة للنصرة، ليس فيها سلاح ثقيل ومتوسط، ليس فيها إلا من يرغب بالدخول بالتسوية تحت سقف الرئاسة السورية والجيش السوري وصولا إلى دستور جديد وانتخابات. هذه الثوابت المدعومة بالقوة هي التي أنتجت هذا التفاهم. لو التركي عنده مجال للتلاعب وشايف الدولة السورية عاجزة وضعيفة بيقول طيب شرفوا فوتوا على الحل العسكري إذا بتقدروا، لكن رؤية هذه الجهوزية ومعرفة النتائج المترتبة على بدء المعركة هو الذي أنضج الموقف التركي، وهو والموقف التركي أنضج الموقف الأمريكي، وبالتالي سوريا رابح رابح في هذه العملية، والروسي شريك كامل في الإنجاز وفي الربح. وين التباين السوري الروسي؟ بدي حدا يدلني عليه أنا، إلا في عقول بعض الذين يريدون أن يصوروا الدولة السورية أنها دولة متعطشة للدماء وأنها دولة لا تعرف أن تربح في السياسة وأنها دولة لا تريد إلا خوض المعارك المدمرة. هذا منه صحيح، هذا افتراء وأذى وإساءة لمفهوم وصورة الدولة السورية في هذه الحرب. وهذا ببين هول نفسهم اللي شككوا في تفاهم سوتشي، وهون بيطلع لك واحد بيقول لك هل تثقون بأردوغان؟ لا، ما بنوثق بأردوغان، نثق بالجيش السوري الواقف على أطراف هذه المنطقة والمتأهب لخوض العملية العسكرية في اللحظة التي يبدو فيها أن أردوغان عاجزا، ومعه إيران ومعه حزب الله ومعه قوى المقاومة ومعه روسيا، لأن أردوغان التزم برزنامة زمنية والروس واضحون في أن الإخلال بهذه الرزنامة يعني الفشل، وفي حال الفشل البديل هو الخيار العسكري، والخيار العسكري قواه جاهزة وأدواته جاهزة واستعداداته تامة. هذا اللي نوثق فيه نحن، نوثق بهذه الجهوزية وبمعنى هذه الجهوزية كما يقرأها التركي وكما يقرأها الأمريكي وكما تقرأها الجماعات المسلحة، لأنها ليست جهوزية عسكرية فقط بل هي جهوزية سياسية، بمعنى إذا أراد التركي أن ينقلب إلى جانب هذه الجماعات فلا مشكلة لدينا في المواجهة معه، وإذا أراد الأمريكي أن يدخل على الخط فنحن جاهزون. هاي الجهوزية بمفهومها الكامل السياسي والعسكري هي التي نثق بها، وهي التي أنتجت هذه المعادلة، وهي التي مكنت روسيا من أن تفاوض من موقع المقتدر والقوي اللي شفناه بطهران وهو يزمجر، للي معتبرين أنه الروسي ما فيه يخسر تركيا، أكيد بحب ما يخسر تركيا، وأكيد بزمن العلاقات السيئة بين تركيا وأمريكا يسعى الروسي إلى اجتذابها وتسعى إيران إلى اجتذابها، بس ما حدا حاطط حاله بدائرة الاستعداد للمناقشة في مقايضة مرفوضة سلفا، أن نكسب تركيا على حساب سوريا لا مش وارد، هذا مش وارد. وبالتالي أنه الروسي إذا خير تركيا بدها تنقلب وتخوض المواجهة، ما هو خير بحلب وكان هو اللي عامل الهدنة، لما تبلورت الحقائق والوقائع التي تقول بأن لا أمل بالحل السياسي وأن تركيا والجماعات المسلحة ذاهبون إلى المواجهة، الطيران اللي غطى المعركة في حلب كان الطيران الروسي، وما تلكأ الروس ولا تهاون الروس حتى حسمت حلب، واللي رجع جابه للتركي بشروط سماها بشروط الإذعان كان الروسي عندما هزمت تركيا وجماعاتها في حلب. وبالتالي اللي بده يعمل هذا الحساب لتركيا كان عمله بحلب، ما كان خاض معركة حلب، واللي بده يعمل هالحساب للأمريكان كان عمله بالغوطة وكان عمله بجنوب سوريا، ما عمله الروسي لهالحساب، طلع طيرانه. وهون بدي اجي هلا ادخل من هذه طالما
يعني الموضوع الإسرائيلي هو الموضوع الثاني بالحلقة، وبعتقد صرنا يعني تقريبا كفينا موضوع سوتشي حقه. بدي فوت على الموضوع الإسرائيلي، بدي بلش من الجنوب السوري. مين اللي كان عم يقصف بالجنوب السوري على نقاط التخوم مع حدود الجولان المحتل؟ مش طيران الروسي؟ طيب انه الروسي، وهون خلينا نناقش شوي منهجيا. انا ما بدي ناقش بتفاصيل الحادثة طبعا، كيف صارت عملية اسقاط طائرة، بدي اخذ الرواية الروسية، وبدي بلش بسؤال، سؤال استراتيجي بالاول. ان روسيا الداخلة الى سوريا عام 2015 ما حاطة بحسابها بانه تربح، يعني انه بالنهاية تحقق الاهداف التي جاءت من اجلها، بعتقد ما في يعني حدا عنده ذرة عقل الا وبيقول اكيد. طيب لتربح، فاذا هي ستصل الى لحظة بعد انهاء الجماعات الارهابية، بعد انهاء المداخلات الخارجية لسوريا الموحدة بجيشها برئيسها. طيب هل سيرضي هذا إسرائيل؟ يعني ما بتسأل دولة بعظمة روسيا ومكانتها ما بينطرح فيها هذا السؤال، أنه إسرائيل شريك مضارب بالحرب السورية، والله هي شريك مؤسس، يعني صاحب المصلحة الأساسية بدمار سوريا وخرابها وتكسير مشروع الدولة فيها وضرب الجيش القوي فيها وإضعاف، وإذا تمكنت من قلب الرئاسة لصالح رئاسة عميلة أو تابعة أكيد بيكون هدف. لكن بالصورة الأعم والأجمل، الحركة الأمريكية، استنهاض أمريكا لجماعات حلفائها في المنطقة من عرب وغير عرب، كل ما كان عم بيتم على قاعدة أن المستفيد الأول، اللاعب الأول، صاحب المصلحة الأول، لأنه على التماس، لأنه موجود بالمنطقة، لأنه مباشر، هو إسرائيل. طيب يعني روسيا مش عارف المصلحة الإسرائيلية بهذه الحرب؟ يعني روسيا مش حاطة بحسابها أمرين، الأمر الأول أنه في سياق سعيها لدعم الدولة السورية اللي كانت سنة 2015 معها 35-40% من مساحة سوريا فقط، لدعم الدولة السورية لتوسيع بقعة سيطرتها وصولا إلى استرداد كامل الجغرافيا، إنه هذا يعرض المصالح الإسرائيلية للخطر، يعني مش عارف إنه هذا بيصيب إسرائيل، ما عارف إنه هذا سيرتب من إسرائيل مساعي عرقلة، وإنه مساعي العرقلة الإسرائيلية كيف تترجم؟ بيانات أو أفعال، وأن هذه الأفعال ستؤدي إلى نوع من الاحتكاكات بصورة أو بأخرى مع إسرائيل. عارفي هالشي والله مش عارفيته؟ اثنين، هلأ لأنه كل وحدة وإلى تبعاته، عارفي أنه بس تخلص إذا تمكنت من احتواء العربدات الإسرائيلية والعنعنات الإسرائيلية ومحاولات التخريب الإسرائيلية ومحاولات الدخول على الخط من قبل إسرائيل لتعديل التوازنات، إذا نجحت روسيا باحتواء هذه المرحلة وصولا إلى الإنجاز الكامل اللي هو السيطرة السورية الكاملة على كامل الجغرافيا السورية، ما رح تصير روسيا أمام خيارات من نوع إخراج حزب الله وإخراج إيران اللذين قاتلا إلى جانب سوريا بمطالبة وبضغط من إسرائيل، مش معتبري هذا استحقاق، سيصبح مطروحا على الطاولة إسرائيليا وأمريكيا، لأنها هي من يعلم سنة 2015 أنها قررت أن تدخل عندما تيقنت من أن حزب الله وإيران سيقاتلان في البر إلى جانب الجيش السوري، لأنه حجم التوازن العسكري المطلوب يستدعي مشاركة حزب الله وقوى المقاومة ورعاية إيران لهذه المشاركة. مش عارف أنه هذا بده يصير بنهاية الإنجاز موضوع من مواضيع التصادم مع إسرائيل وأمريكا. ثلاثة، مش عارف أنه إذا هذا التصادم وقع وهي يعني لم تتبنى المطلب الأمريكي الإسرائيلي، ستحاول إسرائيل فرض أمر واقع بالجو من خلال قدرتها النارية، وأنه في هذه الحالة على روسيا أن تقرر أن الأجواء السورية كيف يجب أن تكون، وأنه ما في إمكانية لأن تبقى هذه الإزدواجية في هذه الأجواء. هي أسئلة لازم روسيا، دولة أقل وزنا من روسيا وأقل جدية من روسيا بتحط أجوبة على هالأسئلة، بتقول بحال ضغطوا هيك لا بفضل أنا أصطدم مع إيران وحزب الله، ممكن يعني حدا يجاوبنا على هالأسئلة؟ أنه الروس حطوا فرضية بنستعمل إيران وحزب الله لبين ما نطرد الجماعات الإرهابية وبالآخر لما نزعل إسرائيل وأمريكا منفوت نحن بالحرب مع إيران وحزب الله؟ حدا يقول لي أنه هذا سيناريو وارد عند الروس؟ هذا السيناريو ألا يعني في حصيلة المطاف أنه بالآخر روسيا بتصير برات سوريا؟
لمئة سبب وسبب، وأنه بالدولة السورية لن تجد من يسير معها بهذا، وأنه هذا يعني في نهاية المطاف أنه إخراج أمريكا وإسرائيل مقابل إخراج إيران ما بيعمل مقدمة لإخراج روسيا، وبس تخرج روسيا ما بترجع القوى التي بدأت الحرب لاستئنافها بشكل أو بآخر إذا إيران وحزب الله معها، وهو ما عاش فيك ترجعهم مرة تانية. يعني في خرافة بهذا الكلام. روسيا مدركة أنها هي وإيران وحزب الله في حلف استراتيجي مفتوح، لأن المعركة مع الأمريكي مكملة بالمنطقة، بس هي معركة وتسوية، معركة وتسوية. إقناع الأمريكي بالوقائع، مش إقناعه بالأجيبة، بالوقائع أن الإصرار على البقاء وفرض الشروط يعني مواجهة، ولمن لا يريد المواجهة عليه الذهاب إلى تسوية، والتسوية مضمونها التسليم بسوريا الموحدة بظل رئيسها وجيشها والحليفة لإيران ولحزب الله. هذا المضمون، هذا بالجنوب وهذا بالشمال وهذا بالوسط. وبالتالي هذا أمريكا ممكن توصل، نعم، باللحظة اللي بتحس أنه عليها أن تقاتل أو أن تقبل، لا تقبل، ما هي كملت بالغوطة وهي كملت بالجنوب. وأنا قلت لكم وقت الجنوب، رجعوا تذكروا، قلت لكم الذي جرى في الجنوب هو النموذج الذي سينتقل إلى الشمال. الأمريكي بده يطنش، والإسرائيلي بده ينكفئ، والتركي بده يتأقلم، والكردي بده يفاوض، واللي مراهن على غير هيك عم يضحك على حاله. طيب، سياق هذا بين الروسي والإسرائيلي كيف بده يمشي؟ أن روسيا سترتضي بأن تكون يد إسرائيل هي العليا في السماء السورية؟ يعني في حدا براسه مخ وبيتخيل هذا الشيء؟ في حدا براسه مخ وما بيعرف أنه سوريا وإيران وحزب الله وروسيا طوال فترة السنوات الثلاث من تاريخ التموضع الروسي في سوريا كان عندهم قرار بإدارة الظهر ما أمكن للتحرشات الأمريكية والإسرائيلية وعدم صرف الانتباه عن المعركة الرئيسية لتحرير التراب السوري وعدم الدخول في الرد إلا عندما يصبح صعب التحمل معنويا أو عندما تتمادى الحركة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية باتجاه يؤدي الصمت عليها إلى توسيع نطاقها وتهدد بتغيير موازين القوى. ما كان مبين أنه هذا هو القرار، بس ما بيعني هذا أنه باللحظة اللي بيقرب فيها الخروج من دائرة معركة التحرير، يعني اللي بيبين أنه تقترب نهاية معركة التحرير، بده يتغير القرار، بده يكون في سياقه عملية بناء قدرة دفاع جوي سورية. تم ولا ما تم دخلكم هذا قدرة بناء دفاع جوي سورية؟ يعني اليوم الدفاع الجوي السوري كما كان عام 2014 بعدما دمرته الجماعات المسلحة وقامت بتفكيكه، هذا الدفاع الجوي السوري اللي كان بسنة 2014 مش قادر يمنع إسرائيل من التحليق بدير الزور، وهو قادر اليوم أن يمنع إسرائيل من الدخول إلى الأجواء السورية بالكامل، لدرجة أن الغارات على أطراف دمشق تتم من الأجواء اللبنانية، وعلى أطراف حمص وحما تتم من الأجواء اللبنانية، وعلى الساحل السوري تتم من البحر على مدى 60 كيلومتر. لو قادر إسرائيل تحلق بالأجواء السورية ما توقفت هي، من يوم أسقطت لها طائرة الاف 16 حتى بدأت تتصرف على قاعدة أن الأجواء السورية محرمة. كيف أسقطت الاف 16؟ بالدفاعات السورية. لكن أي دفاعات سورية؟ أليست تلك الدفاعات التي قامت روسيا بتقديم المعدات اللازمة من أجل إعادة ترميمها وتنظيمها وتشبيكها؟ اثنين، كتار بيطرحوا هون موضوع ولماذا لم تسلم سوريا الاس 300 والاس 400؟ طبعا هني بيحكوا بالاس 300 وبيجيبوا لك أرشيف من سنة 2010 الرئيس الأسد وقع وإسرائيل كانت هي الضاغطة وأمريكا، وكل هذا صح مظبوط. لكن من تاريخ التموضع الروسي في سوريا حتى أنا بذكر بال2013 لما جاءت الأساطيل الأمريكية إلى المتوسط، وما كانوا الروس بعد تموضعوا في سوريا، رجعوا تذكروا، قال الرئيس بوتين وقالت وزارة الدفاع الروسية بأن المستودعات الروسية فتحت أمام الجيش السوري بكل ما يحتاج من أنواع من الذخيرة والسلاح ليكون قادرا على مواجهة المخاطر والتحديات. أنا شخصيا ما عندي معلومات، بس أنا من طريقة ما أرى أمامي أقول من يجزم بأن الأس 300 ليس بتصرف الجيش السوري؟ مين عنده الدليل أنه إذا كل مرة بصير في مواجهة بيقول الروسي
ترى رح نعيد النظر ونسلم الاس 300 مسلمة ولا مش مسلمة. انا شخصيا ما بعرف. انا اللي بقدر اعرفه انه ليس من الحكمة بمكان لا ان تقول روسيا ولا ان تقول سوريا انه الاس 300 صار بسوريا الا بعد ما يصير الاس 400 بسوريا، لانه اذا في اشتباك قادم وانت قلت انه الاس 300 موجود لازم تكون مخبي جيل اعلى منه، لانه بكون الاسرائيلي امتلك كيفية ادارة التعامل مع صواريخ الاس 300. ما في شبكة ما في لها دواء، ما في شبكة ما لها دواء، كل سلاح في سلاح. وبالتالي الاسرائيلي اذا ظهر الاس 300 الان بمراحل المناوشات، طيب الاسرائيلي بيقول انه المقاومة عندها شبكة دفاع جوي حزب الله، سمعتوا شي مرة شفتوا شي مرة سمعت السيد عم بيقول عن هالشي او عمليا طلع ضرب اثناء اختراق جوي اسرائيلي اطلق عليه صواريخ؟ ما الذي يمنع ان تكون الدولة السورية في سياق تخبئة هذه الشبكة للمواجهة الاصعب والاقصى عندما تقع؟ لا تظهر الا الاسميتين، هذا تكتيك ومناورة عسكرية منطقي وطبيعي ان تلجأ اليها قيادة الجيش السوري، ومش مطلوب منها تصرح لحدا كرمال ترضيره نرجسيته بانه والله لا استلمنا الاس 300 الروس اوادم يا جماعة لا تحكوا لا تزعلوا منهم والله اوادم سلمونا الاس 300. اخر هم الروس وهم القيادة السورية وهم المقاومة شو بيقولوا بعض الكتبة، اخر همهم. المهم بناء عناصر القوة في الميدان. عناصر القوة في الميدان تقول ان هناك ثقة لدى القيادة السورية ولدى قوى المقاومة بامره بالعلاقة مع روسيا وبما ينايديهم من سلاح. انا عم بسمع سماحة السيد بخطابه الاخير هو عم بيقول انه انتهى الامر. شو انتهى الامر؟ الاسرائيلي عم يحكي عن ان المقاومة تنقل اسلحة كاسرة للتوازن من سوريا، مرة بيقول مسلمتها من روسيا ومرة بيقول مسلمتها من ايران. اصلا الكورنت رجعوا تذكروا بال2006 بيقول انه هذا تسلموه من الروس، انه بمعرفة الروس سلمته سوريا لحزب الله. شو مسلمي هلأ يا خند والله اس 300 والله اس 200 شو بعرفني شو بعرفني. المهم انه يقول سلاح كاسر للتوازن، الصواريخ الدقيقة، الصواريخ الذكية، الصواريخ البالستية البعيدة المدى المبرمجة. انا لا اعلم، انا اعلم ان اسرائيل تتحدث عن سلاح كاسر للتوازن تخشى ان يصل الى يد حزب الله في لبنان، وأنها تتحدث عن غارات لقطع الطريق على وصوله، وأن سماحة السيد يخرج بالأمس ويقول للإسرائيليين لا تضيعوا وقتكم، لا تبحثوا وتفكروا في قطع الطريق، إن الأمر قد تم وانتهى. شو هو الأمر الذي تم وانتهى؟ أن هذا السلاح الكاسر للتوازن بات بيد المقاومة ولديها بنك المعلومات اللازم للأهداف التي تريد استهدافها ولكيفية التعامل مع هذا السلاح وللخبرة اللازمة في إدارة هذا السلاح. وأعطف كلام سماحة السيد على كلامه في الليلة العاشرة، يعني ليلة عاشوراء التي قال فيها، وأنا لما بيقول سماحة السيد لازم نفكر، أكيد هو مش عم بيقول لازم نفكر، مفكروا خالص، لأنه مش قاعد عم بيفكر بصوت عالي إنه والله ما بصير نحن كمحور مقاومي صار لازم نعمل شيء، إنه عم بيخبر بأنت بليلة إعلان المواقف. هو اختار هذا الأسلوب في التحدث ليوصل الرسالة، ليوصل الرسالة أننا أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي لم تعد تطاق ولم يعد من المقبول تحملها، نحن في دائرة قرار كبير. طيب القرار الكبير بده مقدرات، لو لم تكن المقدرات موجودة، حتى لما بيأشر سماحة السيد إلى استعمال الأجواء اللبنانية وبيقول بجوز هذا الشيء، بيجاوب لا أكيد ما بجوز، انتهاك سيادة لبنان، وبيطلب موقف، بيطلب شكوى لمجلس الأمن وبيرجع بضيف، لكن هذا لا يكفي، لا بد من فعل شيء يردع إسرائيل عن استخدام الأجواء اللبنانية، أنه عم ينطر من الجيش اللبناني الذي ليس لديه أي مقدرات لمواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي، أو هو يلمح للإسرائيلي بأن المقاومة لديها فلا تجبروها أن تخرجه إلى العلن وتمرغ أنفكم في الوحل، وعندها ما حدا يقول لي هذه حرب، هاي ما بتعمل حرب، هاي ما بتعمل حرب، لأنها إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية، وطلع صاروخ أرض جو وسقط طيارة إسرائيلية، هذا دفاع مشروع عن السيادة الوطنية، مش أنت عم ترمي صواريخ إلى عمق الأرض المحتلة
بمفهوم القانون الدولي اني معترفين باسرائيل فبتطلع انت عم تعتدي. هذا فوق الاجواء اللبنانية. اسرائيل بتعرف هالشيء. هل هي رسالة ردع؟ هل هي رسالة استعداد؟ هل هي تهيئة رأي عام؟ من هون للي بيتاجروا بالأس 300 وبيقولوا ليش ما سلمت، يشيلونا اياه من التداول. ما بين سوريا وروسيا، ما بين سوريا وإيران، ما بين إيران وروسيا، ما ليس كله، والمقاومة ما ليس كله للتداول العلني. في جزء مما يملكه قادة الجيوش وقوى المقاومة ليسوا معنيين على الإطلاق بالتصريح عنه، ولا روسيا معنية بالتصريح عنه. الواضح أن هذه العلاقة علاقة ثقة. الواضح، وأنا هون بدي أقدم لكم دليل الثقة. كل الروايات المتوافرة تتحدث عن أن صاروخ سوري S-200 هو الذي أسقط الطائرة الروسية. طيب مين ضرب على إيده لروسيا لتقول أنه إسرائيل تتحمل المسؤولية؟ يعني لو طلع البيان الروسي مقتضب هيك بس قال أنه في صاروخ بالخطأ أطلقته الدفاعات الجوية السورية في سياق ردها على الغارات التي تعرضت لها منطقة الساحل السورية، أصاب طائرة نقل إليوشن روسية وسقط على متنها 15 من الجنود والضباط، والعلاقة السورية الروسية متينة وطيدة لن تتأثر بهذا الحادث، التعاون مستمر ومتواصل ومبني على الثقة، وسيتم اتخاذ إجراءات تسمح بالسيطرة بصورة أفضل وتحول دون وقوع مثل هذه المخاطر في المرات القادمة. مين كان طلع وتفلسف داخلكم وقتها وحكي على الأس 300 وحكي على إسرائيل؟ مين عرفنا ليش أنه إسرائيل بنظر روسيا مسؤولة؟ بدي أي جهبذ أنا من هول يلا عم يتفلسفوا على الروس، مثل هول يوم 2003 و13 كلهم بلا استثناء قالوا أمريكا قادمة والحرب ليلة 2-3 آب، ولحالي كنت عمول أنه ما في حرب، لحالي أتحدى وحدي فقط، كانوا كلهم عم بيقولوا الحرب قادمة، واللي بيقول ببيع لحم بعجين إذا ما صارت حرب، واللي بده يفتح محل مناقيش، واللي بيترك العمل السياسي، واللي واللي واللي، كل هؤلاء اللي اليوم بعضهم جاي يتفلسف بأنه هو بيعرف تماما أنه هذه العملية الإسرائيلية ستمر مرور الكرام عند الروس، لأن الروس ما بيسترجوا. دخلكم كنتوا عارفين أنتوا يا شطار أنه هذه العملية التي استهدفت فيها الطائرة الروسية ناتجة عما كما قالت وزارة الدفاع تعمد إسرائيلي؟ يعني لو ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية هذا الكلام، كان حدا بيقدر بيملك المشروعية أن يخرج ويقول إن هذا كمين إسرائيلي، هذا تعمد إسرائيلي، هذه محاولة إسرائيلية لزرع الشكوك والظنون في العلاقة الروسية السورية؟ لخبرنا هالحكي الروس. حدا ضربون عيدون للروس؟ بقوا 48 ساعة عم يشتغل الإعلام الروسي على بيانات من وزارة الدفاع ومن الكرملين لإسقاط صورة إسرائيل في عيون الروس، ولتحميل القيادة الروسي قد ما كان كمواطن روسي، لما بتقوله دماء جنودك يتحمل مسؤوليتها الإسرائيلي، انت عم تأسس لشيء، هاي دولة ودولة عظمى. والإيضاحات الإسرائيلية غير كافية. هذا بعد ما راح قائد سلاح الجو، وقائد سلاح الجو الروسي لن يستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي. شو عم يعملوا الروس معناتها؟ أنا ما عمول الروس راح يقاتلوا إسرائيل عشان ما حدا يستعجل. أنا رأيي استنتاجي بناء على الأسئلة اللي طرحتها، قلت لكم أنه الروس من الأول عارفين أنه هني جايين على هالمنطقة اللي اللاعب الأمريكي محيط بها من 4 زوايا، اللي اسمها سوريا، وهو يحيط بها من تركيا، ويحيط بها من جهة العراق، ويحيط بها من إسرائيل، ويحيط بها من جهة البحر. شو مفكرين الروس؟ مفكرين أنه هني بدهم يجوا في المرحلة الأولى عليهم أن يديروا العلاقة مع إسرائيل بطريقة الاحتواء، وعليهم أن يديروا العلاقة مع أمريكا بطريقة منع التصادم، وأن يصبوا كل جهدهم بالتعاون مع الجيش السوري ومعهم كلمة إيران المطلقة ودعم المقاومة المطلق لتوسيع رقعة سيطرة الجيش السوري وصولا إلى التوازن وانتهاءا بكامل السيطرة. ماشي هذا؟ ماشي. في سياقه يجب أن يتفادوا الصدام مع الأمريكي وأن يتفادوا الصدام مع الإسرائيلي، لكن يجب أن يرفعوا المنسوبين المعنوي والمادي لمفهوم السيادة السورية.
المفهوم المعنوي اللي بيقول إن ما يفعله الأمريكي، إن ما يفعله التركي، إن ما يفعله الإسرائيلي هو انتهاك للسيادة السورية، نحن موجودون هنا لدعم الدولة السورية، صاحب القرار السيد هو الرئيس السوري، الجيش السوري، الدولة السورية، وماديا بشو؟ بزيادة مقدرات هذه الدولة السورية في مواجهة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها في الدفاع عن مفهومها السيادي. أي مخاطر؟ مخاطر الجو، أي الجوهري هو بناء الطاقة والقدرة في الدفاع الجوي لدى الدولة السورية. خلال 3 سنين نحن قدامنا معادلة بتقول أنه الكلام الروسي عن مفهوم السيادة السورية عم يكبر، وهذا معناته ماشي مثل ما نحن منتوقع. ومرة تانية بقول للي ما عرفوا يتوقعوا أنه ما في حرب أمريكية وقالوا بدنا نبيع لحم بعجين ومناقيش ونترك العمل السياسي والتحليل السياسي وما بتعود تشوفني على التلفزيون إذا ما صارت الحرب، هني ذاتهم قدروا يتوقعوا أنه الروسي جاي. شوفوني دخلتهم، حدا منهم بأرشيفه شي مرة قال والله لو تعرضت سوريا في لحظة، وأنا هذا كلام قلته وكانت في ذروة الخطر، قلت أنا متفائل وواثق ومطمئن بأنه في اللحظة التي تصل فيها الأمور إلى حد أن الخطر قد يصيب مبدأ استمرار هذا النظام، هذه الدولة، هذه القيادة في سوريا، كونوا على ثقة، لو اقتضى الأمر سيأتي الجيش الروسي كله وسيأتي الجيش الأحمر الصيني إذا استدعى الأمر وسيأتي الحرس الثوري بل الجيش الإيراني. طبعا ما استدعى الأمر هالقد، لكن استدعى حضورا روسيا فتم، واستدعى شراكة إيرانية فتمت، واستدعى كما قال سماحة السيد والله لو احتاج الأمر أن أذهب شخصيا لذهبت. أنا هذا الكلام اللي قايله عن الموقف الروسي سابق لكلام سماحة السيد قبيل معركة حلب إذا بتتذكروا. وبالتالي هول حدا منهم كان متوقع أنه الروسي يجي؟ طيب على الأقل أنا كنت متوقع، وهذا التوقع مبني على قراءة سياق الجغرافيا السياسية والعسكرية للعقل الروسي، وهذا السياق ما حاطط بحسابه جاي على سوريا. شو السياق، شو الصيغة، شو الشماء، شو المشهد، المعادلة التي ستحكم علاقته بإسرائيل؟ إسرائيل اللي ما بدها سلام، إسرائيل اللي مش راح تنسحب من حدود 67، اللي ما حتعمل دولة فلسطينية. طيب بسوريا يا سيدي راح تترك الجولان لحدود 4 حزيران؟ لا، يعني المشكل السوري الإسرائيلي بيضل قائم، ما بده يخلق احتكاكات. طيب شو بتتصرف روسيا إذا باقية بسوريا؟ ما بتحط عندها هدفية معينة اسمها أنها تدعم حق الدولة السورية في السيادة وتدعم معها حق الدولة السورية في استرجاع أرضها المحتلة؟ يعني في لمس حول الموضوع؟ أنا أجزم أنه في القراءة الروسية إلى أن يتم القبول الإسرائيلي بمفهوم السلام على قرارات الأمم المتحدة، قرار روسيا إخراج إسرائيل من معادلة الجو السوري، إخراج إسرائيل من معادلة الجو السوري الأيام بيناتنا، سيزود الجيش السوري، وأنا رأيي مزود وخالص، لكن مع اقتراب تحرير حلب إدلب يعني من هون لأول السنة، أول السنة وطالعوا أنتم بخير، رح نكون قدام ما بنعرف كيف كمين جوي تنصبوا صواريخ الأس 300 والأس 200 وبكون صار الأس 400 بالمخازن والمستودعات، بتنضرب طيارة إسرائيلية يمكن بأجواء لبنان بس بيكون صاروخ روسي بعهدة المقاومة. هلا اللي مش حاب يصدق ما يصدق، ما الأيام جاي، الأيام جاي تسقط طائرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، تقع 3 طائرات إسرائيلية في كمين دفاع جوي سوري مدعوم روسيا بمنطقة الساحل، بمنطقة الغاب، بمنطقة حمص، بمنطقة حماة، مش مهم. وهذه الصواريخ بعذر روسيا ليش سلمت؟ راح يكون سهل انه الأس 200 ما هو صاروخ ذكي، هذا صاروخ حراري، وبالتالي لفات بالطيارة الروسية لما احتميتوا فيها بطياراتكم لحق الجسم الأشد قوة حراريا لنمنع تكرار الحادث، زودناهم بالذكي الأس 300. مش لأنه عم نحكي عن انتقام روسي، عم نحكي عن استراتيجية روسية تحملت الازدواج في مرحلة استرداد السيطرة السورية، عم بتخلص السيطرة السورية ما رح تتحمل الازدواج،
السماء السورية لن تقبل روسيا وحتى السماء اللبنانية امتدادا. وأنا برأيي هذا موضوع تناقش على أعلى المستويات العسكرية بين سوريا وروسيا والمقاومة وإيران، وكلام سماحة السيد يستحيل أن يأتي جزافا. نحن أمام مرحلة نستعد فيها للقادم للآتي. وهون بدي يعني طالما باقي عنا 10 دقائق بدي أحكي عن مفهوم ما قاله سماحة السيد بأمرين للي مفكرين الضغوط والمحكمة ومدري شو والاختناقات والضغط الاقتصادي إنه هي العناوين، مش فاهمين شي من شي. أنا ما قرأت من كلام سماحة السيد 3 أشياء. الأمر الأول هو اللي بعتبرهم مفاصل، لأنه اللي بيعرف معنى عاشوراء في مواقف سماحة السيد الحق بميزان الدقة الحسابات المسؤولية، لأنه هاي مسؤولية بنظره هي مسؤولية سياسية وإنسانية ودينية وشرعية ومحسوبة بالدقة. أولا للمرة الأولى يبشر سماحة السيد بحركة أممية حسينية. مبلش كان ليلة العاشر عم بيقول بيدعي الباحثين وبيدعي الإعلاميين وبيدعي المراقبين إلى الانتباه لهذا الموسم الثقافي الذي يتم إحيائه على مساحة العالم. هذا مش جديد، إحياء عاشوراء بالعالم عمره من مأساة الإمام الحسين من يوم كربلاء. لكنه هذا كلام السيد يتخذ الآن شعارات واحدة، معاني واحدة، أساليب إحياء واحدة، يرتبط بحركة المقاومة، يرتبط بحركة رفض الهيمنة الأمريكية، يرتبط بالقدس وفلسطين. فإذا هو عم بيقول الآن هناك أممية حسينية عنوانها فلسطين، بيشارك فيها عشرات ملايين الهنود، وبيشارك فيها ملايين الصينيين، وبيشارك فيها مئات الألوف الأستراليين، وبيشارك فيها مئات الألوف الكنديين، ومئات الألوف في أمريكا، ومئات الألوف بل ملايين في أوروبا، وبيشارك فيها بآسيا، وبيشارك فيها بأفريقيا كمان عشرات الملايين. هذه الحركة الأممية هي حركة حاملة لقضية فلسطين، وهذه الحركة الحاملة لقضية فلسطين هي حركة تستوحي وتستلهم من تجربة الإمام الحسين روح التضحية، ومن تجربة المقاومة التي جسدت مفهوم عاشوراء بسياق تجربتها عنوان الانتصار. طيب إذن هو يتحدث عن حركة صاعدة، مش عن حركة عم تنهار وعم تتفكك. هو عم بيقول انتقلنا من اللبنانية إلى الإقليمية والآن إلى العالمية، وعم بيقول بالإقليمية نحن ربحنا بالعراق، ونحن عم نربح بسوريا، ونحن رح نربح باليمن، ونحن بفلسطين شكرا لترامب اللي خلى الشعب الفلسطيني كله يثق بأن التسوية لا جدوى منها، وأن التفاوض طريق ميؤوس منه، وبالتالي نحن عشان هيك مش مستعجلين بلبنان، بحبوا يشكلوا حكومة أهلا وسهلا. طيب بهذا المفهوم بفوت على الملف الإسرائيلي، بمفهوم هذه الحركة المقاومة الصاعدة اللي أنتجت في عشرينيتها الأولى انضاج واكتمال لبنانيتها، وفي عشرينيتها الثانية إكمال وإنضاج إقليميتها، وتؤسس الآن لإنضاج وإكمال عالميتها. وعم بيقول له للإسرائيلي، هو عم بيقول له هول العالمية والإقليمية واللبنانية، اسمع لك، واحد، لا بد تضيع وقتك بالحديث عن قطع الطريق على وصول السلاح الكاسر للتوازن من صواريخ دقيقة وسواها، للي ما قريوا سواها وسمعوها يرجعوا يعيدوا الشريط، من صواريخ دقيقة وسواها. سواها يعني بتحتمل كل شيء، فسروا انتوا شو سواها اللي عم تفتشوا عليه يا اسرائيليين، فتشوا شو المقصود بسواها. وهي الصواريخ الذكية التي تخشونها وسواها، سواها دفاع جوي شو بعرفني، بحري كمان شو بعرفني. بس على كل حال من يقرأ تاريخ المواجهة مع المقاومة بين إسرائيل والمقاومة يعرف أن المقاومة قبل الصواريخ الذكية، لأنه أنا برأيي سمحت سيد بده وسواها، هاي الهدف من الرسالة، لأنه في رسائله السابقة قال لهم ديمونا، وقال لهم محطات الكهرباء، وقال لهم مخازن الأمونيا، وقال لهم وأهدافنا محملة على أسلحتنا وجاهزون، وصواريخنا دقيقة ومؤذية. وما عادت هاي الصواريخ اللي شفتوها ب 2006 بتضل حيطون وحيطون، مش هيك؟
هذه الرسالة واصلة، وبالتالي مش هي المقصودة. أنا أزعم أن المقصود هو سلاح الدفاع الجوي، هو سواها. هذا للإسرائيلي، وللإسرائيلي أيضا أنه التحليق فوق لبنان، هاي التخييل فوق لبنان، عملوا حسابكم، ما بتعرفوا أيمتى بده يطلع لكم صاروخ وتبلشوا طلطموا. هالمرة ما فيكم تعملوا حرب مثل 2006، لأنه ب 2006 تذرعتوا أنه عندكم أسيرين وأنه المقاومة دخلت إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. طيب هاي شو، طيارة طالعة بالجو اللبناني وصاروخ لبناني أسقطها، شو لكم معه؟ تعملوا حرب؟ أهلا وسهلا، هون بيجي التتمة. هالمرة عملتوا حرب، وكمان مرة تانية بيرجع لك واحد متزاكي بيقول لك ما دمتوا قادرين ليش ما بتعملوا الحرب، وبنرجع من عيد. يا جماعة الخير، الحرب مش لعبة. خيار قوى المقاومة في تصفية هذا الكيان الغاصب المحتل هو المقاومة، هو أن يخرج الشعب الفلسطيني بسلاحه وسكاكينه وحجارته، تجتمع المقاومة والانتفاضة في تناغم تحميهما، قدرة الردع التي تمثلها المقاومة من أجل إنجاز التحرير. كما حررت غزة فيها تتحرر الضفة، وكما حررت غزة وتتحرر الضفة فيها تتحرر أرض 48. خيارنا مش الحرب لتحرير فلسطين، خيارنا القدرة على خوض الحرب لتأمين الردع الذي يحمي المقاومة، لتأمين الردع الذي يمنع إسرائيل من خوض الحرب. الحرب سلاح إسرائيل، لأنها كانت طريقتها في الدمار. توازن رعب الدمار يمنع إسرائيل من الحرب، يفتح الطريق للمقاومة. عند الضرورة بتفوت جحافل المقاومين في البر لتساعد لتساند، بيكون يعني الإسرائيلي شو بعد يقدر يعمل، نزل الفاس بالرأس. لكن قدرة المقاومة على الردع لمنع الحرب ثابتة، وهذا مضمون كلام السيد مؤخرا في عاشوراء. السياق أحبائي وأعزائي، معلش، بالزمان العلاقة بين الدولة السورية والمقاومة كانوا كتار يناقشوا فيها، أنه إذا المقاومة فتت بحرب سوريا بتوقف معها ولا لا. وأنا أفهم الآن النقاش حول روسيا، ما هو ذاته، هو ذاته. أنا اللي بدي لكم إياه أن هذه المقاومة التي استثمرت على قدرتها على الإنجاز في إقناع الحليف بأنها أهل للثقة، تمكنت من أن تتحول من مجرد استثمار إيراني سوري بالتشارك في دعمها لتصير شريكا لإيران وسوريا في بناء المعادلة الإقليمية الجديدة. بدأ دورها في الحرب السورية استثمارا للتعاون الروسي السوري الإيراني، لتتحول شريكا رابعا لهذا الثلاثي في إدارة المعادلة الإقليمية الجديدة. ولذلك هذه المقاومة بالثقة وبالثبات، نعم، كما نجحت في أن تقدم المعطيات التي تسمح لسوريا برفع سقف تحدياتها في الاشتباك مع إسرائيل من عام 90 إلى عام 2000 إلى عام 2006، نجحت في رفع السقف الروسي، وستثبت الأيام أن روسيا في موقع غير الذي كانت فيه قبل أن تدخل الحرب السورية، والأيام ستثبت ذلك. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس عليكم. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.